روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. الليلة دي بنلتقي مع عالم من أعلام التابعين، ولو حبينا نسمي الحلقة دي باسم نسميها لقاء التوبة أو يوم التوابين، وهي فعلا قصته جميلة جدا. هنلتقي مع مالك ابن دينار، كان من نجوم التابعين الثقات، ولد في أيام ابن عباس وسمع من أنس بن مالك فمن بعده. كان أبوه من سبي سجستان، وكان هو بيحكي بنفسه قصة جميلة جدا. هو كان بعد ما بقى إمام علم من أعلام التابعين وجالس في المسجد بيعلم الناس، وليه جمهوره وليه حبايبه وليه الناس اللي اتأثرت بيه واللي التزمت على ايديه وعدد كبير أسلم على إيده. وهذا الرجل بيحكي في يوم الأيام قصة حياته، وهو بيقول للناس اللي بيسمعوه في المسجد، بيقولهم لقائي معاكم بكرة بعد صلاة العشاء، هحكي لكم قصة الشيخ اللي انتوا بتسمعوه من سنين طويلة كان عايش ازاي وكانت حياته عاملة ازاي وكان أخباره إيه. بكرة هتعرفوا أخباري. واجتمع الناس في المسجد وضج المسجد بعدد كبير جدا من الناس، وحضروا هم نفسهم يعرفوا قصة شيخهم اللي بيحبوه واللي بيسمعوه واللي ياما ذكرهم بالله واللي ياما علمهم كتير من شرع الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجلس الشيخ في المسجد على الكرسي بتاعه وأطرق في الأرض، وبدأ الدموع تنسال على وجنتيه، وبدأ يبدو عليه حزن كبير قوي، والناس ابتدت تبكي لبكاء الشيخ ومتأثرة بكلامه. وهو بعد شوية ابتدى يرفع عينيه وينظر إليهم وابتدى يكلمهم ويقول لهم: وعدتكم امبارح إن أنا النهاردة أحكي لكم عن قصتي، وآن الأوان إن أنتوا تعرفوا قصة شيخكم اللي انتوا بتحبوه وبتسمعوه من زمان. قال لهم: انا كنت شرطي من الشرط، وكنت ظالم وقاسي القلب لدرجه ان انا ظننت في يوم من الايام ان انا اصلا ما عنديش قلب. تخيل واحد بيحكي عن نفسه بالمنظر ده، فبين لدرجه كنت بمشي واضرب دوت واقسى على دوت وهين دوت واعمل دوت، وفي يوم من الايام لقيت رجل فقير وضعيف بيشتري حاجة من تاجر من التجار، والتاجر دوت ظلمه وأكل عليه فلوسه، والراجل واقف بيقول له: حرام عليك، قتلت الفرحة في قلب بناتي، ده بناتي مستنيني إن أنا أرجع لهم بالأكل والشرب والفاكهة ديت، فحرام عليك تاخد الفلوس وما تدهنيش. فقال: فرحت على طول في ساعتها، والأول مرة أحس إن أنا إنسان وإن أنا نفسي أعمل حاجة فعلا لله. قال: رحت مسكت في خناق الرجل التاجر القوي دوت، قلت له: اديله حقه والا هتشوف انا هعمل فيك ايه. رد له حقه واداله فلوسه واداله الفاكهه اللي كان جاي يشتريها، ورحت انا موطي على الرجل الفقير الضعيف ده، قلت له: بالله عليك، زي ما انت كنت حزنان ان الفرحه ماتت في قلب بناتك، فانا كنت سبب في رجوع الفرحه ديت لقلب بناتك. سالتك بالله أول ما ترجع بيتك وتشوف الفرحة دبت في عيون وفي قلب بناتك تخليهم يدعولي وإنت كمان تدعيلي. قال له: وعد أمام الله. قال له: وعد أمام الله، أول ما روح هدعيلك وخلي بناتي يدعولك، ولعل وعسى تكون دعوة الفقير دوت الرجل البسيط دوت والبنات الفقراء الغلابة دولت تكون دعوتهم ربنا جعلها سبب لهداية هذا الرجل مالك ابن دينار. بيقول: حبيت ان انا اتجوز واحدة من الناس اللي حوالينا، الكل رفض لان سيرتي كانت سيئة، كنت انسان ظالم، كنت بشرب خمر كتير، كنت بفعل اشياء ما لا ترضي الله عز وجل، فكان كل الناس بيكرهوني، فمحدش فيهم كان يعني يرضى ابدا ان هو يجوزني بنته. فحسيت بشيء من يعني مش عارف، وعايز اتجوز وعايز اعف نفسي. الف ما كانش ليا غير ان انا اروح اشتري
من سوق الجواري أي جارية وأعيش وأعف نفسي بيها. وكان يعني ما ملكت اليمين كانوا يعني بيأتوا من سبايا من الحرب وتباع بعد ذلك. فالمهم راح ونزل قال فاستملحت جارية، استملح واحدة جارية وأخذها وعاشت معاها كزوجة لي، وعاش معاها أجمل أيام حياته. ولكن برضو كان ما زال على المعاصي وعلى البعد عن الله وعلى الظلم والضرب والقسوة وشرب الخمر، حتى ما ربنا أكرمه من هذه المرأة ببنت صغيرة، والدي خلفت له بنت، فالبنت دي مالت عليه حياته لدرجة برضو رغم أنه كان لسه ما زال على البعد عن الله وعن الصلاة وعن العبادة وفي الظلم والقسوة وشرب الخمر، لدرجة بيقول لما كنت عاوز أشرب الخمر كانت تيجي الطفلة الصغيرة دي بنته كانت تسكب الخمر على لبسه، ويعني كأنها عايزة تقول له يا أبي ارحم نفسك واتقي ربنا وبلاش تشرب الخمر. يقول فكنت أبتسم واشرب كاس غيرها او اشرب شويه خمره غيرها واخد البنت في حضني، وكل يوم ارجع من بره وانا مشتاق جدا للقاء البنت دي، باخدها في حضني واحضنها وابوسها واقعد العبها. وكانت هي اللي ماليه علي حياتي، وهي اللي كانت منسيان الهموم والغموم اللي كنت عايش فيها. بيقولوا لما بلغت البنت سنتين وكانت اجمل حاجه في حياتي وكانت هي الزهره اللي منوره عمري، بيقول رجعت من بره وداخل على البيت ولقيت البنت فخدتها وقعدت لعبها وكنت يعني في غاية يعني السعادة والسرور. وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان، وقعت البنت من إيدي ميتة. فاستغربت قلت سبحان الله، بنتي حبيبتي ثمرة عمري وثمرة فؤادي تموت. ألف الليلة ديت دب الحزن في قلبي مرة تانية، ومر شريط ذكريات الألام والأحزان والمآسي اللي عملتها في حياتي. قال قعدت أشرب الخمر وأشرب وأشرب حتى الثمالة سكرت لحد ما أنا ما بقتش دريان بنفسي خالص. قال ونمت في الليلة ديت فرأيت أن القيامة قد قامت، خد بالك، فرأيت أن القيامة قد قامت وقد رفع لواء الحمد على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنا ببص في أرض المحشر فجأة سمعت صوت صعب جدا، ببص ورايا لقيت تنين كبير ثعبان ضخم جدا وبيبص لي وقصدني وبيجري ورايا أنا، وأنا مش قادر مش عارف أعمل إيه. فضلت أجري في أرض المحشر وهو يجري ورايا وأنا أجري وهو يجري ورايا لحد ما لقيت شيخ طيب وشه جميل ووشه منور. فقلت له بالله عليك أسألك بالله أنقذني. قال له والله ما أستطيع، لا أستطيع إنقاذك، ولكن اذهب لترى من يستطيع أن ينقذك. قال وفضلت أجري والثعبان بيجري ورايا، وبعدين لحد ما وصلت إلى شفير جهنم ببص لقيت ورايا الثعبان لسه بيجري ورايا. فقلت ما من بد أرمي نفسي في نار جهنم وخلاص. فسمع صوتا يقول له ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال فرجعت مرة أخرى وظللت أذوق وأجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي حتى وصلت مرة أخرى إلى ذلك الشيخ طيب السمت طيب الرائحة. فقلت له أسألك بالله أنقذني أو دلني. قال أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فاذهب إلى ذلك القصر عند الجبل فلعل لك فيه وديعة يا بني. قال فجريت إلى ذلك القصر. قال فلما وصلت إلى القصر فوجدت أن هناك من ينادي جاءكم رجل مستغيث افتحوا السطر. ففتحت السطر وفتحت النوافذ فانفلق منها فخرج منها أطفال مثل فلق القمر، وكان من بينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليلة. فقفزت من النافذة وأخذت وأخذتني في أحضانها وأشارت للثعبان هكذا أن انطلق، فانطلق الثعبان بعيدا. ثم قالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها بل الآن، ماذا تصنعين يا بنياتي في هذا القصر؟ قالت نحن أبناء المسلمين ننتظر آباءنا حتى يقدموا إلينا يوم القيامة فنأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن جل وعلا. فقلت لها ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء قويته حتى أراد أن يهلكك. قلت وما هذا الرجل الطيب السمح هذا الشيخ الكبير؟ قالت هذا عملك الطيب الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت على صدري مرة أخرى وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟
قلت بل آن، بل آن. قال فاستيقظت من نومي ودموعي على خدي وأنا أقول بل آن بل آن بل آن بل آن. قال وفجأة سمعت صوت نداء الفجر، ولأول مرة أقوم وأتوضأ لأذهب إلى بيت الله جل وعلا. قال ذهبت إلى المسجد ووقفت خلف الإمام، وكان الإمام في هذا الوقت يقرأ من كتاب الله عز وجل آيات لم يخطر على بالي أن يقرأ أبدا تلك الآيات. قرأ الفاتحة ثم ثنى بعد ذلك وقرأ قول المولى عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقلت والله ما يعني إلا إياي، بل آن بل آن بل آن بل آن. قال فكانت أول صلاة أصليها هي صلاة الفجر. قال ومن بعد هذا اليوم استقمت على طاعة الله وعدت إلى الله جل وعلا، وبدأت في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله حتى صرت مالك بن دينار الإمام العلم الذي يعرفه الناس جميعا. دي كانت بداية مالك بن دينار. وأي إنسان في الدنيا بيبقى فيه في حياته نقطة تحول، نقطة التحول دي ممكن تكون بموت إنسان حبيب، بحادثة تحصل له، بمال يفقده، بوظيفة يفقدها، بأي شيء يحزنه، وتكون دي نقطة تحول في حياته. سبحان الله، ما إن تاب مالك بن دينار حتى اعتزل الدنيا وأقبل على الآخرة. كان يصلي طول الليل ويبكي، وبعد ما يبكي يقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. يا سلام، كان عبادته حياته كلها، كل حياته كانت عبادة لله. انت عارف الإنسان ممكن يعيش زمن طويل جدا بعيد عن طاعة ربنا، لكن أجمل ما في الموضوع إنك بمجرد ما تلتزم وتعيش بجد على شرع ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اعمل زي ما الصحابة عملوا، بمجرد ما أسلموا بعد ما كان منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يشرب الخمر، ومنهم من يتاجر في الأصنام، ومنهم من كان يفعل الفواحش، بمجرد ما دخل عتبة الأرقم وأسلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى إنسان تاني، خلع ثوب الجاهلية ولما على الباب ولبس ثوب الإسلام، ورفع شعار قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وعجلت إليك رب لترضى. كان مالك بن دينار كان مصدر رزقه بعد كده من نسخ المصاحف، ينسخ المصاحف، وكان يعني سبحان الله كان يقعد ينسخ 4 شهور ويسيب الأجرة، كل 4 شهور ينسخ بعض المصاحف ويسيب الأجرة عند البقال ويأكل من أجرة الفلوس ديت لمدة 4 شهور ويفرغ نفسه تماما للعبادة. وكان حياته كلها ما بين صلاة وصيام وقراية قرآن وتفكر ودعوة إلى الله، لدرجة من كتر إقباله على الآخرة وعلى العبادة وعلى الطاعة كانوا يقولوا له هون على نفسك. فكان يديهم مثل عجيب جدا، يقول لهم إن الفرس لما بيدخل سباق الخيل يجي في آخر حياته في آخر مرحلة من السباق يكرس كل قوته وكل جهده علشان يوصل ويبقى هو الأول. قال لهم فأنا حاسس أنا خلاص حياتي قربت تنتهي، فعشان كده بطلع أقصى ما عندي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وكان بيتخفف من الدنيا، كان ما بيهتمش بعد كده بزخارف الدنيا ولا بجمع الأموال ولا بأي حاجة. فلما يسألوه يقول لهم إنما مثلنا كمثل رجل ركب سفينة وسافر من مكان لآخر، فإن كان خفيف الحمل مر بسهولة، وإن كان ثقيل الحمل لابد أن يفتش، لابد أن هو يمر بقى زي المطار يا جماعة، زي اللي مسافر من مطار لمطار. لو الحمل خفيف هتعدي مفيش جمارك، ولو الحمل تقيل اقف بقى وفتش وافتح الشنط. تعالوا نكمل سيرة مالك بن دينار، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين، هم كالملائك في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة مالك بن دينار على قد ما حياته كانت صعبة جدا، وعشان كده بقول يا جماعة
لما انسان عايز يلتزم وعايز يتوب بنقول له الطريق سهل جدا، وانت ممكن تكون بدايتك اسهل من ناس كتير جدا. يعني بعض الصحابه اللي كان بيتاجر في الاصنام واللي كان عايش بيشرب خمر واللي كان، ممكن انت ما تكونش مريت بالتجربه القاسيه ديت، وممكن تكون حياتك اقل من كده او ذنوبك اقل من كده بكتير، ورغم ذلك لما تابوا ما يقصرش من رحمه ربنا، وكانوا هم اصحاب النبي اللي هم خير جيل طلعت عليه الشمس بعد الانبياء والمرسلين. عشان كده بقول لك اخويا ابدا اديك شفت مالك بن دينار كان شرطيا ظالما وكان وفي النهايه تاب الى الله عز وجل واصبح امام علم من ائمه علماء التابعين وائمه المسلمين، واصبح هو مالك بن دينار اللي بنتكلم عنه النهارده. وعشان كده هو نفسه كان بيحس بالناس اللي فعلا يعني نفسهم يتوبوا، ما كانش بيقسى على حد، كان بيتعامل مع الناس بمنتهى الرقه والرحمه، وكان دايما شعاره يعني هو قول المولى عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يعني الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في يوم من الايام دخل رجل يعني لص حرامي، دخل عشان يسرق الإمام مالك ابن دينار، فلما دخل عشان يسرقه بيبص في البيت ما لقاش حاجة خالص، يعني زي بيقولوا كده المثل إيش ياخد الريح من البلاط، ما لقاش عنده ولا حاجة تتسرق. فقام مالك ابن دينار، كان الكلام ده قبل الفجر مثلا بحوالي ساعتين، فقال: يا مسكين أما وجدت شيئا؟ والله لا تخرج بيديك فارغا، والله ما سيبك تخرج كده فاضي، تعالى توضأ وصل ركعتين لعل وعسى يكون ركعتين دولت بركة عليك وخير، يمكن تخش بهم الجنة. فجاء اللص وراح متوضي وصلى ركعتين، فحس بحلاوة الطاعة، فقال له: تأذن لي يا إمام أصلي ركعتين كمان؟ قال له: صلي ركعتين كمان. فصلى ركعتين في ركعتين، وفضل يصلي لحد أذان الفجر. فلما سمع أذان الفجر خده مالك بن دينار ورايح معاه عشان يصلي الفجر. طبعا تلاميذ الإمام مالك بن دينار قاعدين بره ومستنينه على باب البيت، فأول ما شافوا الراجل الغريب ده طالع معاه فبيقولوا له: يا إمام من هذا؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقناه. واخد بالك من المعنى الجميل ده؟ ولذلك يا جماعه سبحان الله، شوف الانسان لما عاوز يتوب مفيش حاجه تحول بينك وبين التوبه. قوم وقول: يا رب يا رب اغفر لي، يا رب توب علي، هتلاقي لبيك عبدي قد غفرت لك وابدلت سيئاتك الى حسنات. ولذلك كان ابراهيم بن ادم رحمه الله رحمه واسعه، في يوم من الايام جاله واحد فبيقول له: يا امام اني اريد ان اتوب، ويعني اني اذنب واريد ان اتوب، وكلما يعني تبت اذنبت مره اخرى، فماذا اصنع؟ فقال: اوصيك بخمسه اشياء ان فعلتها لا تضرك اي معصيه. قال: هاتها يا امام. قال: اذا اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزقي. قال: سبحان الله يا ابراهيم، الرزق كله من عند الله، فكيف لا اكل من رزق الله؟ قال: ايجدر بك ان تاكل من رزق الله وانت تبارز الله بالذنوب والمعاصي؟ قال: لا والله. هات الثانية يا إبراهيم. قال: إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه، ما تسكنش في الأرض بتاعته. قال: سبحان الله، الله عز وجل له ملكوت السماوات والأرض، هو فاطر السماوات والأرض، الكون ده كله هو ملك ربنا سبحانه وتعالى. قال: أيجدر أن تعيش في ملكه وأنت تبارزه بالمعاصي؟ قال: لا والله. هات الثالثة. قال: إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال: يا إبراهيم، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى. قال: أيجدر بك أن تعلم أن عين الله تراك وأنت تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال: لا والله. هات الرابعة. قال: إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: لن أذهب معك، أو انتظرني يا ملك الموت، أو أجلني ساعة. قال: يا إبراهيم، المولى عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فيعني إزاي أنت بتقول إن أنا بقى أطلب من ملك الموت إنه يأخرني؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مش ممكن، مش هيسيبني ولا ساعة. قال: أيجدر بك أن تعلم هذا وأنت تبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي؟ قال: هات الخامسة يا إبراهيم. قال: إذا جاءتك يوم القيامة زبانية جهنم لتأخذك إلى نار جهنم فقل: لن أذهب معكم.
فقال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فكيف أفعل هذا؟ قال أيجدر بك أن تعلم كل هذا وأنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم أستغفر الله، تبت إلى الله. وعاد الرجل إلى الله سبحانه وتعالى، أخوي وحبيبي. وزي ما بيقولوا لكل بداية النهاية، نام مالك بن دينار على فراش الموت وتوفي قبل طاعون عمواس بيسير، كانت طاعون سنة 131 هجرية، ومات هو كانت وفاته سنة 127 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. الدرس اللي نطلع به من قصة مالك بن دينار، عايزين نتوب يا شباب، عايزين نتوب يا بنات، عايزين نتوب يا أبائنا وأمهاتنا، عايزين نتوب يا أولادنا، عايزين نتوب يا جماعة، عايزين نتوب يا مسلمين، عايزين نتوب عشان ربنا يكرمنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، ما قالش أيها المذنبون، لحسن تحسب التوبة خاصة بالمذنبين بس، خاصة بينا كلنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. ومين هو ده؟ سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الله، المولى عز وجل بيدعونا للتوبة، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عايزين نتوب زي ما الصحابة تابوا. كان لهم 5 سمات للتوبة الجميلة بتاعتهم. أول حاجة تعظيم الذنب. كان أنس بن مالك يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. كان سيدنا بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. تاني حاجة عدم تبرير الذنب. لما تذنب ما تقولش أصلا عملت الذنب ده عشان كذا بس، اوعى تبرر الذنب، توب إلى الله وارجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أبو مسعود الأنصاري في يوم من الأيام بعد ولم يجيب حاجة فضيع الفلوس فجاي بيعاقبه، فإذا بالنبي خلفه يقول اعلم أبا مسعود، فنظر فوجد النبي قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. ما قالوش ده الغلام غيرت وأنا، فقال له يا رسول الله أشهدك أنه حر لوجه الله، ولم يبرر ولم يقل أي كلمة رضي الله عنه وأرضاه. الحاجة الثالثة أن الصحابة ما كانش عندهم لا يأس ولا قنوط. شوف عكرمة بن أبي جهل اللي حارب النبي 21 سنة أسلم وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وقال له والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. ويموت في يوم اليرموك، وقبلها يموت النبي عليه هو راضي عن عكرمة، ويموت هو في يوم اليرموك شهيدا بعد ما بايعه 400 واحد على الموت، وكان أول من استشهد رضي الله عنه وأرضاه. يبقى ما عندهمش يأس ولا قنوط. حكيم بن حزام يحارب النبي أكتر من 20 سنة ويسلم في عام الفتح. خالد بن الوليد يحارب النبي أكتر من 21 سنة وعمرو بن العاص وكل يسلم في عام الفتح بفضل الله، ولم ييأس ولم يقنط، وكانوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة التوبة من قريب، ما فيش إصرار على الذنب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يقول ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. خامس حاجة اتباع السيئة بالحسنة. يبقى ما شاء الله، يبقى تعظيم الذنب، وتاني حاجة عدم التبرير، ثالث حاجة ما فيش يأس ولا قنوط، رابع حاجة التوبة من قريب، خامس حاجة اتباع السيئة الحسنة. عملت سيئة خلي وراها حسنة، عملت سيئة في السر خلي وراها حسنة في السر، عملت سيئة في العلانية خلي وراها حسنة في العلانية، وهكذا. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يوم التوبة محتاجين نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نقول يا رب يا رب ارضى عنا، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب يا رب ارجع لربنا. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا،
أنسيت لقاء الله واللحد وفرة ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريان ولو كان كاسية، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقية. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. إذا كان ربنا مش هيغفر لنا في رمضان، أمال إمتى يغفر لنا؟ أليس من الحسرة إن ربنا يتوب على آلاف البشر ويعتق رقاب آلاف البشر كل ليلة في رمضان ولا يعتق رقابنا ولا يتوب علينا؟ نتوب لربنا ونرجع لربنا ونفتح صفحة جديدة مع الله نرجع فيها لربنا سبحانه وتعالى، ويكون رمضان ده بداية خير لينا إن احنا إن شاء الله نستمر بعد رمضان. اللي مش محجبة تتحجب، واللي مش بيصلي يصلي، واللي ما بيصومش يصوم، واللي عمره ما فكر يروح يحج أو يعتمر يروح يحج ويعتمر، واللي ما برش أمه وأبوه يبر أمه وأبوه، واللي عمره ما أكرم قريب ولا صلة أرحامه يتوب ويصل أرحامه، واللي كان بياكل مال حرام يتحلل من مال حرام ويبدأ ياكل لقمة حلال. ربنا يكرمنا ويكرمكم، الطاعة عليها لذة وليها جمال وليها فرحة كبيرة جدا، وربنا بيفرح بتوبة عبده رغم إن ربنا غني عنا. لا تنفع طاعتنا ولا تضره معصيتنا. سبحانه وتعالى قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. حقيقة انتهت الصفحة الجميلة بتاعت مالك ابن دينار، قصة التوبة والعودة إلى الله، وديك شفت كان عايش إزاي وبقى بعد كده مالك ابن دينار الإمام العالم، إمام من أئمة التابعين، عشان ما تيأس ولا تقنط من رحمة الله والكل يرجع لربنا سبحانه وتعالى. كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين. وبقول لكم والله يعني مش عارف ليه بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام.